وسهلا، اهلا السلام عليكم. حيا حيا في مسجد العباء. يا مرحبا، كيف حالكم؟ كيف انتم؟ يعني المشروع عملاق، بس يحتاج له دعم مخوف. مش من 5 مليون يمني، من 5 مليون دولار اشتي مخوف، ما يصبر ويطلع الزفل. يا شيخ ماجد، من خلال زيارتك للمشروع ماذا لاحظك؟ يعني الملاحظة ان الزيارة تمام وممتعة وكل شيء تمام، والطريق توسعه، لكن الطريق طلحسة معام، لان تحتاج الى دعم قوي. دعم قوي، ما شوف باليمني بالدولار. يعني دخم سخي، دعم سخي لما تصلح طريق. تمام، اما باليمني ما تنفعش، يعني لازم دعم. يعني اللي يتبرع بخمسة مليون يمني ولا تفعل شيء، يعني 5 مليون دولار تكون الدعم. مش خط كبير قاطرات، المشروع عملاق. الشيخ اذا لم يحتاج دعم قوي فان حياكم الله. الله يحييك يا اخي. ما رايك يا شيخ شداد والشيخ عبد محمد بالمشروع؟ انا المشروع تمام، بس يحتاج الى دعم، والدعم ويحتاج الى رجال، ويحتاج برضو يعني الى ناس يعني برضو يكونوا مهتمين ويعتبرون المشروع مشروع عيننا على تنفيذه الى الاخير. تماما، ما شكلك حظ وحظ.